طبعا دايما اتواصلوا معنا عبر الفيسبوك ودايما عبر تويتر وعبر الايميلز. بفقره مايا لليوم رح اتعلمكم كيف بيخلق الاكونت. حطوا قدامكم اللابتوب لتعرفوا كيف مع مايا زنكول بوقتها. بوقتها فقرة جديدة انضمت لعالم الصباح. صباح الخير مايا. صباح الخير. يعطيك ألف عافية. بالفعل في كثير عالم يعني بيقولوا أوقات لا ما عارف، بس في كثير عالم ما بتعرف. مزبوط. يعني هيدي شغلة كثير مهمة إنه هلا يحطوا قدامهم اللابتوب ستيب باي ستيب بحيث يعرفوا يخلقوا ايميل أكاونت. مزبوط. بأول حلقة خلينا نذكر شوي عن شو حكينا جمعة الماضية. جمعة الماضية تعلمنا كيف نفتح ويب سايت، كيف ندخل على الإنترنت، يعني بده يكون عندنا كمبيوتر موصول على الإنترنت ومن وراء البراوزر بندخل على ويب سايت، وهيدا شيء مهم نعرفه كرمال نكمل اليوم مع الإيميل. كمان تعلمنا كيف ندخل على ويب سايت اسمه جوجل ونفتش ونلاقي أجوبة على حيلا سؤال بدنا إياه. فمثل ما قال جوزيف، جيبوا اللابتوبس وحطوهم معكم ويلا خلينا نبلش بالشغل. اليوم رح نحكي عن عالم الايميلات، رح نفسر شو يعني ايميل، كيف يشتغل، وكيف فينا نخلق اكونت حتى نحن نقدر نبعث ايميلات لاصحابنا او لحيلا شخص. عن جد الله يبارك بالعالم، يعني كيف يوصل. مزبوط. وتنبلش نفسر شو يعني ايميل رح نعمل تيست، رح نطبق شو تعلمنا جمعة الماضية، نفتش بجوجل، خلي جوجل يجاوبنا ويقلنا شو يعني ايميل. فعندي اللابتوب قدامي موصول على الانترنت، رح ادخل على جوجل ورح اكتب له ايميل تنشوف جوجل كيف بيفسر ايميل. فوت على ويب سايت اسمه ويكيبيديا اللي هو مثل انسيكلوبيديا، يعني بتلاقي بالاخر حيلا شيء على الانترنت، بتلاقي جواب لحيلا شيء عم بتفتش عليه. فويكيبيديا عم بخبرنا انه ايميل يعني الكترونيك ميل، يعني بريد مبعوث بطريقه الكترونيه. هلا الانسيكلوبيديا عم بتفسرها بطريقه كثير صعبه، انا رح هين عليكم كثير، رح فرجيكم هالرسمه. يعني ايميل فكرته ابدا منا جديده. هون شو عم نشوف؟ شخص عم بيبعث رساله على الطريقه الكثير قديمه، وهي بعد الطريقه الاقدم عم بيبعث رساله مع العصفور. شو حلو. هيدي كثير قديمه، الايميل نفس الفكره بس بكل بساطه هي الطريقه الحديثه تنبعث رساله، هيدا هو الايميل. هلا في كثير انواع من الايميلات رح نفوت فيهم بالتفاصيل، رح نتعرف عن كل واحد، وكل واحد بنقي الايميل اللي بيشبهه، يعني يمكن تسمعوا جيميل، هوت ميل، خلينا نشوفهم بالتفاصيل شو هن. فاذا هيدا الايميل، هيدا السامبول تبعه، يعني بس نشوف هاي الانفلوب معناتها انه ايميل بعالم الانترنت هيك بيفسروا. خلينا نحكي شوي عن هوت ميل. هوت ميل رح يصير اسمه اوتلوك قريبا، فاذا بتشوفوا هوت ميل او اوتلوك هي ذاتها الخبريه. عندهم 350 مليون شخص فاتح ايميل على هوت ميل، يعني تخيلوا قد ايه كبير. هو بلش من اوائل الايميلات سنه 1998. وفي نوع اجدد اللي هو جيميل، اللي هو الايميل تبع جوجل، هيدا اسمه جيميل. اكبر اكثر شيء هلا في 425 مليون شخص بيستعمل الجيميل، ونحن اليوم سوا رح نتعلم على الجيميل لانه اهين شيء واكثر شيء بيستعملوا بالعالم. يعني بصير في مثلا جوزيف حويك ات اوتلوك، هيك رح بتكون، هيك رح تصير، هيك رح تصير. لما تصير كلمه هوت ميل خلص، يعني اللي عنده هوت ميل بتضل هوت ميل، بس اللي فيه يفتح اوتلوك كمان بيصير يقدر يفتحه باوتلوك. عم بيجدد. ورح يضل صغير ولا رح يصير اكبر؟ لانه اللي بيصير اقل انا بعرف. لا رح يحسنوا، بس جيميل بيضلوا متطور اكثر. وثالث نوع اكثر شيء كمان بين اقوى ثلاثه اللي هو ياهو، ميل دوت ياهو، بس هلا ضعف شوي وعندهم بس يعني 310 مليون شخص بيستعملون، اللي هن كثير كثار، بس الثانيين عندهم اكثر. من هيك نحن اليوم رح نفتح سوا جيميل، بس قبل ما نفتح ايميل خطوة خطوة خلينا نعرف نقرا ايميل اول شيء. وكمان نقرا ايميل كثير مهم نفتح هالشغله قدامنا اللي هي الات. هيدا السامبول الات اللي عم تشوفوا قدامكم على الشاشه، هو بس تشوفوا ات معناتها اللي عم تقروه هو ايميل. شو معناتها هيدا الات؟ تفسر لكم اكثر. مثلا انا اذا بدي افتح ايميل بالجيميل بعمل مايا زنكول اسمي at gmail.com، يعني انا ايميلي موجود بجيميل.com. يعني ات معناتها انه هيدا الايميل تابع لهيدا الويب سايت. تتذكروا جمعة الماضي شفنا كيف بنفوت على ويب سايت www.اسمالويبسايت.com، هون اسمكم at اسم الويب سايت، فهيدا بتفرجيكم اكثر. مايا زنكول هو اسمي، at هو معناته انه هيدا الشيء ايميل، والجيميل هو وين موجود الايميل تبعي. خلينا نفتح سوا ايميل اكونت. يلا تنبلش اول شيء بندخل على gmail.com. عندنا هالصفحه بيسالنا نيو تو جيميل، يعني انتم جداد هون، كبسوا على كرييت اكونت. هيدي الكبسه الحمراء فوق بتشوفوها قدامكم على الشاشه، بتكبسوها
بتمنى تكونوا عم بتجربوا معنا بالبيت، لانه هلا بدي اطلب منكم انتم تبعتوا لي ايميل وجمعه الجايه بنقراهم. بس تفتحوا ايميل، جيميل بيطلب منكم معلومات شخصيه مثل اسمكم. تنحط مايا فيك تفتحي لي لالي يلا اكونت، لانه انا ما عندي جيميل. ما عندك جيميل؟ لا عندي هوت ميل. لازم يكون عندك. يلا نعمل جوزيف جو هويك جي او لنصغرها شوي. يلا اول شيء عم يطلب منا الاسم، بنحط جي او جوزيف هويك. الايميل شو بدك اليوزر نيم يكون؟ جي او او هويك اش او دبليو ا واي او كا. هو جيميل بيقول لنا اذا موجود هذا الايميل، منه موجود يعني فينا نستعمله. فينا نستعمله، منه موجود ابدا. او لا بلا، قالنا في حدا عنده اياه، في حدا غيرك اسمه جو هويك. طيب هويك اش او ا واي او كا. حتى هون شادي. هلا فيك تعمل شغله تسمي مثلا جو هويك تي في @جيميل، هيك بصير العالم يعرفوا. يعني الواحد لازم يلاقي شيء حتى يميز حاله. نرجع بنجي لموضوع الباسورد. باسورد هو شيء بس الشخص اللي عم يفتح الايميل لازم يكون بيعرفه. هلا انا رح اعرف لك الباسورد، بعدين بدك تغيره، ما فيك تضلك عليه. فبدك تنقوا شيء مش هين، يعني ما تحطوا اسمكم باسورد. نقوا مثلا ارقام ورا بعضهم انتم بتتذكرون، يعني ما تنقوا شيء حيلا حدا معقول يلاقيه، لان اللي معه الباسورد بصير فيه يدخل على ايميلكم، وما بدنا العالم يقروا شو في عندكم بالايميل. شوفي انا شو بنسى باسورد، هودي اشياء خاصه. من هيك تذكروا دائما، خلوا الباسورد بمحل تتذكروه بس انتم. هلا بدنا ننقي شيء، بننقي مثلا شو بدك تحط باسورد؟ ما في احط شيء ما يبين. بدك ننقي شيء سري؟ يلا حطه. اوكي مش عطلة. مبين على الهواء؟ لا ببين نقط، لانه هيدا شيء بس انت بتعرفه. لحظه ضيعت. اوكي اوكي، وبيطلب منك ترجع تكتبه مره ثانيه. كمان ايه، تيتاكدوا انه هيدا انت عن جد اللي عم تكتبه، انه انت عن جد متاكد منه هيدا الباسورد. اوكي بيرجع بيطلب معلومات شخصيه مثل تاريخ ميلادكم وهيك اشياء، مش ضروري تعبوها، بس انه اذا بتحبوا يكون كامل الملف عبوه. هلا رح اعبيه، اذا كنتوا ذكر او انثى، ورقم التليفون، واذا عندكم غير ايميل ادرس كمان فيكم تعطوا اياها كباك اب، بس اذا ما عندكم مش ضروري، كمان فيها تكون هيدي اول ايميل ادرس عم تفتحوها عندكم. نرجع بنكتب، بنكبس هون انه نحن بنوافق على هالايميل، ونكست ستيب. هيدا الصعب قطع، هيدا اول مرحله. صار عنا ايميل، خلق الايميل. هلا بيقولوا لكم اذا بدكم تحطوا صوره حتى يكون ايميل بس يشوفوا العالم، يشوفوا صورتكم، يعرفوا مين انتم، فيكم تزيدوا هالشغله، والا بتحطوا له نكست ستيب. كيف يزيدوا صوره؟ بيعملوا ابلود، بيكبسوا على الصوره مكتوب تزيدوا صوره، كبسوا هون. اوكي بيزيدوا صوره، بس هيدا شيء منه اساسي، فيهم يرجعوا يزيدوها بعدين. أوكي. يعني هلا اهم شيء نحن اللي حابين نركز عليه اليوم، كيف يفتحوا هالايميل اكونت ويقدروا يبعثوا ايميل. من هيك عم نحكي عن الاشياء الاساسيه. نعم، مثل ما شفتوا قدامكم، دخلت على جيميل، صار عندي هيدا الانبوكس. هي اول مرحله قطعت وهيني. هلا اذا عندكم حيلا سؤال، بعثوا لي ايميل على الايميل اللي عم يقطع قدامكم على الشاشه، اللي هو bwqta@future.com.lb. هلا صار فيكم تبعثوا، ما بقى عندكم حجه، تعلمتوا كيف تبعثوا ايميل. تنكبس، تنبعت ايميل سوا، نعمل تيست. بكبس على كومبوز، يعني بدي ابعت ايميل. كمان بتشوفوا الكبسات بيكونوا حمر مبينين واضحين قدامكم. نكبسها، راح ابعت ايميل لعندي من عندك انت. اوكي اول شيء عندنا تو، يعني لمين عم نبعت هيدا الايميل؟ خلينا نبعت لبوقتها، للفقره نكتب بوقتها @future.com.lb. عم بتشوفوا قدامكم، اكتبوا عندكم اذا عم بتجربوا معنا، والسبجكت حطوا لي هلو مثلا، مرحبا كيفك، وهون بتكتبوا شو حابين تكتبوا، واخر شيء بتكبسوا سند، يعني عندنا لمين عم نبعت، شو الموضوع. أوكي. والنص تبعنا. هيدي بكل بساطة كيف نبعت ايميل، واخر شيء بنكبس على سند، بيقلنا يور مسج هاز بين سند. قد ايه بياخذ وقت ليوصل؟ ما هيدا الشيء اللي رح نشوفه سوا. هلا بعد شوي رح نحضركم انيميشن صغيرة بتشوفوا شو بيصير من بعد ما انتم تكبسوا هالسند. يعني كثير بسيطة، هون نحن شو عملنا؟ كبسنا كبسة صغيرة، بس شو هن الأشياء اللي بيصيروا حتى هالمعلومات ينبعتوا للشخص الثاني اللي نحن عم نبعث. في حدا اشتغل عشرات السنين لوصلت هون. مزبوط، مش هالقد سهل الكبسة. مزبوط. يعني خلينا نشوف، خلينا نشوف سوا هلا هالانيميشن شو بيصير وقت نكبس سند بالجيميل. خلينا نشوفها سوا. وبيكبسوا سند،
هيدا الايميل انبعث عم بيقطع بشرايط الانترنت وشرايط الكهرباء بكذا بلد بالعالم تيوصل على السنتر تبع جيميل. هون هن بيتاكدوا انه هيدا الايميل ما في فيروسز، ما في اشياء غلط، بيتاكدوا انه كل شيء مزبوط وكثير في امان محل، يعني الاشخاص اللي بيقدروا يفوتوا يعني كثير اشخاص معينين بيشتغلوا بقلب جوجل. بيرجعوا بيقطعوا بالسيرفرز تبعهم، محلات كمبيوترات كثير كبار بيقطعوا بقلبهم وبيرجعوا بيعملوا لهم باك اب، يعني بحال ضاع الايميل هن بيكون عندهم كوبي ثاني عندهم. وهيك بنكون شفنا كيف فينا نبعث ايميل. بكل حلقه هلا عودناكم نتعرف على شخص، على مره بتشتغل بعالم الكمبيوتر، تنفرج انه هيدا عالم كثير هين المره تكبر فيه وتنجح فيه. واليوم اللي رح نتعرف عليها اسمها ماريسا ماير. هلا بفرجيكم صورتها. هي هلا مديره ياهو، يعني الرئيسه تبع ياهو، اكبر بوست بياهو، وكانت قبل تشتغل من بين مدراء تبع جوجل. يعني بنشوف قد ايه السيده بعالم الكمبيوتر فيها توصل وتكبر. وهي اليوم عن جديد صارت رئيسه ياهو، وان شاء الله بركي ترجع تعيشه، هن حابين يرجعوا. اي مزبوط، بتحسي هيك انطفى ياهو. مزبوط، مثل ما قلنا اذا بتشوف عدد الاشخاص اللي عم يستعملوا ياهو اقل بكثير من هوديك، فهلا هي صارت عن جديد عندهم امل انه ترجع تقوي. كان استلام الرجال قبل يعني. مزبوط. فصارت هلا هي الرئيسه. وقبل ما ننهي كمان مثل ما تعودنا نشوف اشخاص عالميه، خلينا نشوف اشخاص بلبنان عم بيشتغلوا. اليوم رح نشوف ريبورتاج عن شخص بيشتغل بمكتبه، وبهيدا الشيء بيدلنا قد ايه مهم الايميل بالشغل اليوم. طبعا. خلينا نشوفه سوا. برنت اوت حبيبي، ما عندي كمبيوتر، ما بقدر اعمل لك برنت اوت. اسمي عواطف حجازي سلمان، اللي فاتحة ليبراري 20 سنة صار، وماشي حالنا، صرنا حافظين حافظتها وين محطوطة، ومشوا أسعارها لأنه كله ما سعره عليه. لا ما بحفظ أسعارها، بنسى أشياء، بس إنه ماشي الحال، ماشي الحال. بجرد كل شيء، بفتش على كل رف، على كل صندوق، وبسجل شو عندي بضاعة. كثير بنسى إنه عندي بضاعة، انه موجوده، وبرجع بطلبها مره ثانيه بكررها لانه نسيت وما شفتها، ما قادره احصي كل شيء. لو عندي كمبيوتر هيدي البضاعه كلها كنت بحصي انا مين عندي زبونات ومين عندي شو ناقص كليس، بدل ما ارجع افتش بالاوراق وارجع افتش بالاكياس. كثير بسهل. ليه ما عندي؟ ما بعرف ليه ما عندي، يعني جربت بس ما بعرف ليه. الكمبيوتر بخسرني زبونات، كوني حد مدرسي انا، ودائما بينعاز يعملوا برنت اوت من يو اس بي، بس ما بعرف ما عندي. يعني زبون لما بفوت بده يعمل برنت اوت لورقه، ممكن يشتري شغله ثانيه، ممكن يشوف شغله ثالثه، بس عدم وجودها ايه طبعا بخسرني شيء. الحل وبساعد كثير انه يكون في كمبيوتر، ويكون كل اغراضي منظمه ومسجله وكل بضاعتي، وخصوصا بموسم المدارس وبالعجقه وبالتحضيرات وبالكتب، بعرف انا اي كتاب ناقص، بعرف اي ليست خلصت، بعرف طلع فاتورتي دغري لكل زبون بدل ما اقعد اجمعها انا على ايدي. كانت الطلبيه طلبيتين، يعني هلا انحلحلت الامور كلها. قد ايه بتتهين حياتنا اذا بندخل الكمبيوتر على شغلنا؟ صحيح بالفعل. يعني انا بدي وجه تحيه هون للسيده اللي كانت عملت الريبورتاج، ام عادل، اللي تعلمت مؤخرا كيف تستعمل الكمبيوتر، صارت هيك حياتها اسهل. كل اللي بحب بيكون حياته اسهل مع عالم الكمبيوتر والتكنولوجيا، فيني تابعه بوقتها مع مايا كل يوم ثلاثه، بس مش بهالوقت، انت استثنائيا اليوم الساعه 12:05، اليوم استثنائيا كانت 10:30. ثانك يو مايا، ثانك يو، يعطيك الف عافيه، فتحتي لي الاكونت، يعني خلص فيي استعمله. فاذا في عندي جو حويك tv@gmail.com. بحب اقول للمشاهدين انه انا ناطره ايميلاتكم، بعثوا لي اياهم، والجمعه الجايه بنرجع بنقرا سوا شو بعثتوا لي. نحن مكملين عالم الصباح مايا من هلا لغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت. بعد هالوقفه رح بيكون شيف شادي باول وقفه لإله وعروسه اللبنه، تخيلوا عنده وصفه لعروسه اللبنه الشيف، واكيد رح بتكون طيبه وغير شكل. وكارلا رح تكون مع الفاست فود، الاكل الصحي او مش صحي.